يعطيكم العافية. معكم ليالي من المطبخ الطرابلسي، فريق الأكلات التراثية. أكلتنا لهالأسبوع هي الفريكة. الفريكة أكلة تراثية مش لبنانية، بيقولوا الناس إنه أصلها سوري، ومن كم سنة لورا انشهرت بلبنان وصارت موجودة على السفرة اللبنانية بكل المناسبات. الفريكة هي قمح مشوي بتنطبخ باللحمة أو بالدجاج، وممكن ينحط على وجهها طبقة خفيفة من الرز لتعطيها لون حلو، وبتتزين باللحم المفروم والمكسرات. بتمنى تكون أكلتنا لهالأسبوع عجبتكم، بس بدي منكم تعطوني أسماء ثلاث أكلات تراثية مش لبنانية غير الفريكة والمنسف والمندي. بلاقيكم الأسبوع الجاي مع أكلة جديدة. تروني.